سعيدين جدا انه اليوم وصلتنا موضوعاتنا الاخيره لاخر مجله بننشرها في واست، وهي مجله الميدل ايست جورنال اوف انتربرينورشيب ليدرشيب اند سستينبل ديفلوبمنت. وهذه المجله بننشرها شراكه مع جامعه عفت في جده المملكه العربيه السعوديه، كليه اداره الاعمال ومركز رياده الاعمال. والمجله بتناقش قضايا مهمة جدا في إدارة الأعمال وريادة الأعمال والإدارة والتنمية المستدامة. العدد الأول به أوراق قدم بها باحثين وعلماء من كل العالم، وفيهم باحثين من أرامكو السعودية. ونتمنى أنه تنشروا فكرة هذه المجلة لكل العالم على مستوى زملائكم وأصدقائكم وطلابكم، وممكن كلهم يمشوا في الويب سايت ويمشوا للرابط ويعملوا داونلود للمجلة. ونتمنى انكم تشاركوا ببحوثكم في المجله. كل الخطوات المطلوبه وطريقه التقديم للمجله موجوده في الويب سايت، ولو احتجتوا اي مساعده تتواصلوا معنا، واكون سعيد جدا بانه اجاوب على كل اسئلتكم. شكرا جزيلا.